طيب خلينا نحكي عنك فادي. تحكي لنا شو الفرق انت من وجهة نظرك كان بين المرة الأولى اللي هي كيف كانت، تمام؟ ونحكي لنا عن المرة الثانية. المرة الأولى اللي كان رفقاتك كانوا هنا عم يناقشوك، صح؟ وعم بدهم يحاولوا انه انت تبطل التدخين، تمام؟ والمرة الثانية كان انا عم ناقشك بطريقة مختلفة. فممكن تحكي لنا عن الفرق بين المرة الأولى والمرة الثانية؟ هلا المرة الأولى كلهم انزعجوا مني، كلهم بدون اي استثناء. لا لا هي انت شو حسيت؟ لا لحظه اقول لك شو. اول ما فتت اول شيء كله عم يتطلع فيه، مبين بدهم مني، مبين بدهم مني شيء يعني. اول ما فتت كله هون بتعطيني بسكوتي وهون هون روق وهون من هالمبدا. المره الاولى عفوا انه كان بدهم مبين بدهم مني شيء او هيك. فلما فتت دغري بلشوا بالاسئله انه من امتى بتدخن وليش بتدخن وكيف بتدخن. فانا ممكن انه يمكن لانه عرفت انه مثلا بدهم هن يستجوبوني او بدهم يطبقوا علي تجربه، مشان هيك جاوبتهم. ممكن كان جواب انه ما حدا دخلوا يعني، يعني بقولوا لك الموت بطيء، الدخان موت بطيء. كان في يقولوا انا احب موت على مهلي مثلا، انه هيك بخضع على كل النقاش. بس كانت طريقتهم هجوميه كثير بشكل يعني، انه هلا حتى لاي درجه انه ما بقدر اجاوبهم يعني لهالدرجه. ممكن انه تسالني سؤال مثلا غزل، بعدين الشاب هون، بعدين اي حدا يعني ما اقدر اجاوب. انه طولوا بالكم، حتى انا بينت عنه انا عاصم مزبوط انه طول بس لجاوب يعني، طولوا اسالوا اللي بالكم بس لجاوب، لا اقدر اجاوب. تمام. وهيك يعني مثل عم يفتلوا بحلقه مفرغه او شيء. تمام. ما كنت عارفان انه هنا لوين بدهم يوصلوا، انه ما عم يحكوا موضوع انه امتى بتدخن، بعد شوي صار معك امراض، بعد شوي بتلعب رياضه. طبعا شو يعني. تمام. ما كان في ربط بين الاسئله اللي كانوا عم يسالوها. تمام. شو حسيت وشلون كان التسلسل؟ كان اول شيء خلتيني احكي. حلو. وانا ما كان بدي احكي. تمام. يعني انت حكيتين. عرفتي شلون؟ تمام. فبعدين انا ارتحت يعني، وحسيت انه ممكن اخسر بالنقاش، عرفتي شلون؟ ممكن اخسر بالنهايه. هاي الفكره، حسيت ممكن اخسر، فمشان هيك ضليت ساكت. انا ارجع ارد لك سؤال بسؤال. اوكي. عرفتي شلون؟ تمام. بس كان افضل بكثير من المره الاولى. يعني بالنسبه معنا القصه كامله. تمام. وبالنتيجه شو الشيء اللي اخر شيء يعني ارتحت؟ تمام. اخذت مثلا في شغلات كانت ما كثير خاطره ببالك بلشت تخطر ببالك او رجعنا لك اياها؟ لا هي دائما ببالي الافكار يعني. لكن هي كنت عم تعاندها انت؟ لا مو عاندها، بس ما افكر فيها يعني، ما افكر فيها. فهلا مثل انه يعني حسيت انه في شيء رجع لك، في شيء رديت فكرت فيه يعني. ممكن شغلات انه انت تعيد النظر بترتيب حياتك او بترتيب. هلا هي الفكره انه انا مقتنع معك 100% انه هو ضار وهو مؤذي وكل شيء. اكيد اكيد. يعني كلنا بنعرف هالشيء، بس انه يعني ممكن الايام بنسى، او لا مو هذه قصتها، بس انه الايام بنسى فيها او هيك يعني. ما عاد احيانا لما حدا بيهجم عليك يعني، لما يكون في هجوم فانت بصير عندك حاله. اكيد. اي بدي انا اسوي الشيء اللي انا بدي اياه، مو بس بالتدخين، باي موضوع ان كان. اذا حدا بيهاجم عليك انه بطل عن هالعاده، طبيعي تكون عند الانسان رده فعل. تمام. اما هلا حسيت انه هيك يعني صار في عندك انه مثل زعزع هالمعتقد شوي عندك؟ ممكن. تمام. كثير حلو، تشكرك. اعطيني المايك. أنا مو شايف. تفضل. مع الكاميرا كلها بتحضر. هيك لا عم بحكي أكتر. أوكي. عم بحكي إنه صار عندك ردة فعل إذا نحن عم نناقشك ولا حدا مختص عم بيناقشك؟ يعني حسيت أنا مثلي مثلك، ليش عم تناقشني؟ لا لا أبدا، بس هي الفكرة إنه كان كثير هجومكم قوي يعني. لأن عم بحكي عن بوط يعني. ايه شيطانه، بس انه هي بتلعب دور انه مثلا انا بينصحني غير ما بينصحني جاري، او لما مثلا انا خالي مثلا بيكون فنفض دكتور غير لما بينصحني مثلا ابي مهندس. بحس انه الموضوع انه انت شو لك علاقه بالموضوع يعني، بغض النظر عن عاطفتك. ما بقتنع خاصه بهي حالي، وانا هذا مستحيل. مينك انت يعني؟ بغض النظر يعني، انا حسيت لهيك كنت اساله عن الشعور انه نكون احنا بنفس المرحله العمريه او نفس الفئه العلميه، انه انت غير انت بتعرف انه شو عم تبيض علي بالعامه يعني. انا في هيك شيء يعني حسيت. خلينا نسأله بجاوبكم. هلا خيي بترجع على طبيعه الشخص مثل ما هو قال يعني، انا
بكره الاسلوب يعني الهجوم هذا، ليش عم بتهاجم او ليش عم ليش هيك عم تحكي مع بتصرف معي بهالاسلوب يعني، مو لانه انا ما بعرفك، لا بالعكس مو هيك القصة ابدا، بس انه طريقة النقاش او طريقة الاسلوب هي اللي بتزعجني يعني، ممكن لو حدا غير انه ممكن كان سكت او ما حكى يعني، هي الطريقة كلها غلط. شو سألت ثاني سؤال؟ شو سألت كمان؟ لا 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 ما حسيت انه لا 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 ما لا ما دخل هالشيء يعني، هي تصرف هي قدرت تتصرف مع الموضوع يمكن لانه اعطتكم الفكره الاولى انه انتم هاجموني وهي بترجع بتحكي على هذا، بتشوفوا شو الفرق. لا 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 انا عم بحكي عن الاسلوب، مثلا ممكن لو هي هاجمتني انت ممكن كانت تخطر على بالك فكره انه لا خليني احكي على هذا او خليني استجوبه او خليه يحكي، ممكن. لا يا زلمه انا ما عم بحكي، انا عم بحكيك عن الاسلوب بس. شو صار سؤال؟ احنا جد اسفين.